أستاذ. آسف. هالشي اللي صار اليوم بيناتنا بتمنى إنه ما حدا يعرف فيه أبداً. تصبح على خير. خلص أوكي. شكراً كريس. أنا هلأ مشوش شوي وبفضل روح. يلا باي. عن إذنك. انتي شو عم تساوي هون؟ شو يا عاملة علاقة بالسر ومع مديرنا؟ شو عم تحكي يا مجنونة؟ لك في جاي مهرة يلي بالسيارة ومن شوي نزلتي من سيارته. كلامي صح؟ انتي عن جد وحدة مجنونة. شو انتي عم تتجسسي علي؟ ايه لا تحكي معي بهالطريقة. والله إذا رحت هلأ على الأوتيل وكشفت إنه حضرتك عاملة علاقة مع مديرنا وقتها بكسر الدنيا على راسك ورح يقلعوكي من الأوتيل على الحارة. فلا تتعاملي بفوقية معي. احترميني أحسن لك وإلا رح أحكي اللي شفته. فهمتي أنايدا؟ شو شفتي؟ ها؟ حكيك مو مزبوط. كنا عم نحكي عن موضوع مهم بخص الشغل. أوه هاي أحاديث بتخص الشغل؟ ماشي. هلأ أنت شو بدك؟ مصاري؟ حوافز؟ قولي. وافقي على هالشي يا غبية. لا تفكري كتير. مثل هيك فرصة مو كل يوم بتجي. يلا اختاري. يلا اغتنمي فرصتك. لا تترددي. مصاري أو شي ترقية بالشغل. شو ما بتتمني؟ اطلبي ورح يتغير مستقبل حياتك كله يا ريديما. يلا احكي. يلا خلصيني. قولي شو بدك.